الليسون بتاع النهارده اللي هو بيتكلم عن حاجه اسمها اوبريشن اون ذا سكوير روت. اوبريشن اون ذا سكوير روت. طيب الفكره بتاعت الدرس ده احنا كنا عرفنا طبعا ان احنا عندنا السكوير روت، ونقول لكم مثلا زي الفور بيكون ايكوالز 2. طب افرض مثلا جاب لي سكوير روت مثلا 8 هيبقى كام؟ هي دي فكره الدرس. فكره الدرس ان يجي يقول لك سكوير روت 8 هتطلع لك بكام؟ سكوير روت 8 هتطلع لك بكام؟ فهي دي فكره الدرس، انك هيجيب لك نمبرز بالسكويرز كتير كده كبيره كده، ويجي يقول لك اعملها لي بقى ايه سمبليفاي. ده فكره الدرس. طيب فكره الدرس يا مستر هتكون ازاي؟ هقول لك. احنا هفهمك الفكره الاساسيه، وبعد كده اقول لك على طريقه تحلها ازاي بالكالكوليتور مع بالخطوات، يعني انت هتعملها بالكالكوليتور بالخطوات بالستبس عشان ننجز. طيب تعالى ما افهمك الاول الفكره الاساسيه بتاعت الليسن. بيقول لك هنا روت ال8. روت ال8 دي اصلا بكام؟ احنا عارفين ان ال8 طلع الفاكتورز بتاع نمبر 8. الفاكتورز اوف ذا نمبر 8 2 ملتبلاي 4. 2 تايمز ال4. فبتلاقي عندك هنا سكوير روت الفور. سكوير روت الفور لسه قايلين هنا اهوت. هتيجي تبص هتلاقي فيه نمبرز او سكوير نمبرز، اسم النمبرز دي اسمها سكوير نمبرز. سكوير نمبرز اللي هي الفور دي. سكوير نمبرز دي الفور ديت بيكون السكوير بتاعتها بتكون ب2. يبقى ديت هتطلع بره ب2. وهيبقى الريميندر عندي هنا روت 2. فروت ال8 انا فكيتها هتكون ب2 روت 2. تقول لي ياه انا مش عارف اعمل الكلام ده. لا انت هتعرف. وهنحلها بالكالكوليتور وهتلاقي الدنيا سهله جدا. بس انا بفهمك الفكره الاساسيه برضو، اديك واحده كمان برضو عشان تعرف الفكره الاساسيه ايه. لما اقول لك مثلا سكوير روت هنا عندي مثلا 12 هنا اهيت. ال 12 ده عباره عن ايه؟ عباره عن 4 ملتبلاي 3 هتقول او 6 ملتبلاي 2 ممكن. بس هتفك ال 6 هتعمل ديكومبوز لل 6. روت ال 4 هنا ب 2 يعني روت ال 4 ب 2 وهيبقى اتفضل لي هنا ايه؟ روت 3 هيكون 2 روت 3. طب هل يا ترى احنا هنعمل كده في المسائل كلها؟ في المسائل الكامله دي الثانيه ديت؟ يعني دي ودي ودي؟ لا 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 هنعملها بالكالكليتر. ازاي؟ اول حاجه هتعمل هنا ايه؟ روت فاضيه كده. بتقول له ايكوال. تفتح الكالكليتر بتاعتك كده وتقوم كاتب سكور روت 12. هيطلع لك بكام؟ 2 روت 3. هيطلع لك هنا ب 2 روت 3. 2 روت 3. طيب وبعد كده؟ التو ديت اللي هي اللي بره السكوير روت ديت هتدخلها جوه السكوير روت ديت ايه؟ ب 2 تايمز يعني بمرتين عشان تحت السكوير روت. هتدخلها جوه تحت السكوير روت بايه؟ ب 2 تايمز بمرتين يعني 2 ملتبلاي 2. طب والنمبر اللي تحت الروت ده 3 بتكتبه مره واحده. يبقى اللي تحت الروت بيدخل مره واحده، اما اللي بره الروت بيدخل جوه بمرتين. حتى لو جيت تبص 2 باي 2 4 4 باي 3 12 اهي. تاني روت 28 امسك الكالكليتور وقال له روت 28 ايكوالز قال لي هنا 2 روت 7. 2 روت 7 ال 2 ديت تتكتب تحت هنا مرتين. طب وال 7 تحت الروت دي مره واحده بس. لو فهمت الفكره دي الدرس بالنسبه لك خلصان. مش الدرجات يا مستر والله العظيم. هنا برضو روت ال 50 اهوت ايكوالز 5 روت 2. هنعمل 5 روت ال 2 وال 5 دي تتكتب هنا تحت روت بايه؟ 2 تايمز 5 ملتبلاي 5 ملتبلاي ال 2. طيب هنا برضو روت 45 هنعمل روت فاضيه كده ونعمل روت 45 ايكوالز 3 روت 5 نكتبها بره كده. طب وبعد كده هتاخد ال 3 ديت هتدخلها جوه هنا ايه ب 2 تايمز اهيت. وبعد كده الايه؟ ال 5 روت ال 18 هتعملها على الكالكليتور هتطلع لك ب 3 روت 2 هندخلها جوه هنا هتبقى 3 ملتبلاي 3 ملتبلاي 2. طب 98 هنعمل روت اهوت روت 98 ايكوالز 7 روت 2 7 روت 2. ال 7 ديت هتدخل جوه هنا ايه ب 2 تايمز 7 ملتبلاي 7 وال 2 ديت تدخل ايه بمره واحده. تمام جدا. طب هنا بقى يا استر بقى لو جالي فراكشن يوه ده ما فيش اسهل منها برضه روت ثانيه. هعملها ازاي ده يا مستر؟ عادي خالص. انت عارف هتعمل ايه؟ ايه؟ هتدخلها جوه بس بايه؟ بمرتين. يا مستر ده جاب لي فراكشن، ايه المشكلة؟ هيبقى 6 ملتبلاي هتدخلها جوه مرتين ملتبلاي 2 اوفر 3. يبقى انا عملت ايه؟ دخلتها جوه هنا بايه؟ بمرتين. يبقى 6 ملتبلاي 6 ملتبلاي 2 اوفر 3.
من يفتح الكالكليتر وشوف هتعمل لك كام. روت 6 ملتبلاي 6 ملتبلاي 2 اوفر 3 ايكوالز روت 6 بس. ولها طرق تانية كتير على فكرة، بس احنا عايزين نوحد الايه الاجابة هي برضو. طب يا مستر انا ممكن اعمل حل تاني، هديك الحل التاني برضو. تعالى ناخد دي برضو. بص ال 6 ديت هندخلها جوه هنا ب 2 تايمز 6 ملتبلاي 6 ملتبلاي الهاف. نفتح الكالكليتور 6 ملتبلاي 6 ملتبلاي الهاف. طب ليه يا مستر احنا بنعمل الستيب دي؟ لان انت اصلا مجبر انك تعملها في الامتحان عشان تاخد درجه عليها. الستيب اللي احنا بنعملها دي هيطلع لك هنا 3 روت 2 وهتشوف دلوقتي احنا بنحل. تمام. طب دي بقى يا مستر انت فهمت الفكره الاولى ديت؟ اه. اديك طريقه ثانيه ما كفايه اسمع بس. ال 2 اوفر 5 ديت اه طلعها بره زي ما هي ملتبلاي، يعني الفراكشن ده انا طلعته بره في الانسر، واعمل نفس المسائل اللي احنا عملناها في الاول. روت 1000 طلعت 10 روت 10 يعني ملتبلاي 10 ملتبلاي 10 روت 10 وندخلها جوه هنا بقى. ال 10 ديت اتكتب هنا مرتين وروت 10 برضو اتكتب مره واحده. ممكن تعمل كل ده على الكالكليتور بس مش مستاهله، لان انا عندي هنا ديت اصل اوفر 5 هنعمل 10 ديفايد 5 بيكون ايكوالز 2 2 ملتبلاي 2 هيكون ايكوالز 4 روت 10 4 روت 10 جايه لنا تاني برضو نفس المساله دي جايه لنا تاني. ده الفكره الاساسيه في الدرس. طب السؤال هيجي لك ازاي في الامتحان؟ السؤال هيجي لك كده اهوت. هنعمل ايه؟ قال لك روت الفيفت بلس روت الايت. نعمل ايه بقى؟ هنمسك كل واحده نحلها لوحدها بس. روت الفيفت وبعد كده هنا الروت الايت. نعمل روت ونكتب هنا 50 على الكالكليتور روت ال 50 هيكون ايكوالز كام؟ 5 روت 2 5 روت 2. ال 5 دي بقى تتكتب هنا ب 2 تايمز 5 ملتبلاي ال 5 ملتبلاي ال 2 زي ما هي. برضه نفس الكلام ال 8 هتعملها على الكالكليتور يطلع لك 2 روت 2. ال 2 دي هتتكتب هنا مرتين و2 دي مره واحده. بعد كده بقى هقول له اقول له كده زين روت ال 50 اكتب مساله من تاني كده يعني ايه؟ equals اللي احنا طلعناه في الاول هنا 5 root 2 plus 2 root 2 جبت منين البلس؟ ما هي في الاكسبريشنز 5 plus 2 5 plus 2 equals 7 7 root 2. لسه في حد الان في ناس بتغلط وقايل لك هنا ايه root 2 plus root 2 equals root 4. حرام عليك احنا هنا بنعمل بلس بتنزل زي ما هي. طيب another example برضه root 20 نجيبها روت 45 ونعمل روت فاضيه كده ونكون ايكوالز. لو عملتها على الكالكليتور ده هتطلع لك ب 2 روت ال 5. ال 2 ديت بتتكتب مرتين كده اهوت وال 5 دي زي ما هي. وبعد كده هنا روت 45 لو عملتها على الكالكليتور هتطلع لك ب 3 روت ال 5. ال 3 دي اتكتب مرتين وبعد كده نحط الايه؟ ال 5. وبعد كده اقول بقى في الاخر ده روت 20 اللي احنا طلعناها ب 2 روت ال 5 ماينس عشان هنا في ماينس ركز في الايه في الساين هتكون ايكوال 3 روت ال 5. 2 ماينس 3 ايكوالز نيجاتيف 1 2 ماينس 3 ايكوالز نيجاتيف 1 هيكون نيجاتيف روت ال 5 لان 1 ما بيتكتبش. طب هنا 3 روت 2 مالهاش سمبل 5 لان هي اصلا ان ذا سمبلست فورم على ابسط قيمه اصلا يعني مش هينفع تعمل لها حاجه. روت ال 8 ماشي ناخدها وروت ال 18 برضه ناخدها ما فيش مشكله. هتعمل دي على الكالكليتور روت ال 8 هتطلع لك ب 2 روت 2. عارف من كتر استخدامك للكالكليتور والنمبرز اصلا بيجيب لك ارقام كلها متشابهه انت هتعرف اصلا الاجابات على طول. ال 2 ديت تتكتب مرتين وبعد كده هنا ايه روت 2. ال 8 ديت هتعملها تطلع لك ب 3 روت 2. ال 3 ديت هتبقى 3 ملتبلاي 3 ملتبلاي وال 2 دي اتكتب مره واحده. بعد كده جيب النمبر ده اللي هو 3 روت 2 وقال هنا بلس كتبت البلس روت ال 8 اللي احنا طلعناها ب 2 روت 2 ماينس ادي ماينس روت ال 18 اللي احنا طلعناها ب 3 روت 2. موضوع مش مستاهل اللي هو ايه 3 بلس 2 5 5 ماينس 3 هتكون ايكوالز 2. او كان ممكن نكنسل دي ونكنسل دي لانهم يعتبر اضداد انفرس بنفسهم فيطلع لك هنا 2 روت 2 ونتاكد من الاجابه. تمام انا اجابتي كده صح.
طب هنا برضو بقول لك روت 98 لسه حلنا من شويه هناخدها ونعملها سمبليفاي وديت روت 128 مفيش مشكله تعالي روت ال 18 يا نهار ابيض يوم المنى ونعمل هنا روت هتعملها على الكالكليتور هتطلع لك تقريبا 7 روت 2 يعني نعمل كده روت 98 7 روت 2 ال 7 دي تتكتب مرتين كده اهوت وال 2 تتكتب مره واحده كله ملتبلاي طيب هنا قال لي روت 128 روت 128 هيطلع لك 8 روت 2 8 روت 2 فال 8 دي تتكتب جوه مرتين ملتبلاي ال 2 طيب روت ال 18 هتطلع لك ب 3 روت 2 يبقى 3 تتكتب جوه مرتين وبعد كده 2 نشوف بقى الاكسبريشنز دي بقى روت 98 احنا طلعناها هنا ب 7 روت 2 ماينس 128 اللي هي 8 روت 2 ماينس ال 18 اللي هي ب 3 روت 2 بلس ال 4 روت 2 انا مستني اعملها على الكالكوليتور براحتك ما فيش مشكله 7 خد البوزيتيف مع البوزيتيف 7 بلس ال 4 ايكوالز 11 7 بلس ال 4 ايكوالز 11 11 ماينس ال 8 يطلع لك 3 3 ماينس 3 ايكوالز 0 يعني كل ده اصلا بكام؟ كل ده هيكون equals الزيرو كل ده بيكون equals الزيرو طيب نشوف هنا برضو نفس الكلام 2 root 18 اخدها كده اهوت 2 root 18 root 50 حاضر third ماشي مفيش مشكلة root 162 root هنعمل هنا 2 روت ال 18 نكتبها زي ما هي كلها مره واحده 6 روت 2 6 روت 2 ال 6 دي تدخل جوه ب 2 تايمز وال 2 دي زي ما هي طب روت ال 50 هتعملها تطلع لك ب 5 روت 2 عشان تسهله يبقى ال 5 ملتبلاي ال 5 ملتبلاي 2 طب ده مستر هدخلها جوه مرتين براحتك او ممكن تكتبها مره واحده 1 اوفر 3 ونعمل كده هو سكوير روت 162 طلع لك ب 3 روت 2 ال 3 برضو هتدخل جوه هنا ب 2 تايمز 3 ملتبلاي 3 ملتبلاي ال 2 3 ملتبلاي 3 ملتبلاي 2 وبس خلاص يبقى 2 روت ال 18 احنا طلعناها ب 6 روت 2 بلس خلي بالك عشان هنا في بلس روت ال 50 اللي هي 5 روت 2 بلس الثيرد الثيرد اللي احنا طلعناها بكام ب 3 روت 2 برضو 6 بلس 5 11 11 بلس 3 هيطلع لك 14 14 روت 2 وبس طب نمبر 6 خلاص بقى انت فهمت الفكره هتشتغل على مع نفسك انت بقى يعني هسيب لك انت بقى نمبر 7 ولو هنحل نمبر 7 تعالى هنحل نمبر 7 لان دي سهله عشان فيها فكره بسيطه ليه خلي الطلبه بتوع تشك في ايه في الحل بتاعها روت 27 اهوت و5 روت ال 18 تمام روت 300 ديت هتعملها تطلع لك في الاخر ب 3 روت 3 يعني هتكون هنا 3 ملتبلاي 3 ملتبلاي 3 وديت هتطلع لك ب 10 روت 2 هي هتطلع لك ب 10 روت 2 ديت هتدخلها جوه في 10 ملتبلاي 10 ملتبلاي ال 2 طيب 300 300 ديت هتطلع لك ب تقريبا 10 روت 3 صح 10 روت 3 يبقى 10 ملتبلاي 10 ملتبلاي 3 لو جيت تلاحظ هنا بقى هتجيب روت 27 اللي هو ده 3 روت 3 بلس النمبر ده اللي احنا عملنا له سمبليفاي 10 روت 2 ماينس 300 اللي هي طلعت لي 10 روت 3 خلي بالك هنا بقى لو انت طالب غشيم وبتقلد وخلاص هتاخد ده بلس ده بلس ده ده الطالب الغشيم خلي بالك ان انت عندك هنا 3 روت هناخد 3 روت 3 مع 10 روت 3 نيجاتيف 10 روت 3 ناخد الاثنين دول مع بعض بس اما 10 روت 2 لا مش معاهم ليه؟ لان الراشونال نمبر هنا روت 2 مختلف عنهم خالص فما ينفعش ان انت تاخدها وقلنا الكلام ده في الليسن اللي قبليه وقلنا الكلام ده في الليسن اللي قبليه فهنا في المساله ديت حضرتك ان انت هتعمل ايه؟ هتاخد 3 مع النيجاتيف 10 هتاخد 3 مع النيجاتيف 10 هيطلع لك في الاخر بنيجاتيف 7 روت 3 نيجاتيف 7 روت 3
وده هيبقى الريميندر معايا بلس 10 روت 2، او ممكن تخلي 10 الاول صح، دي صح ودي صح، 10 روت 2 وماينس 7 روت 3 دي صح ودي صح. تعال كده نطلع نشوف ثواني علشان في غلطه في غلطه في غلطه في غلطه. طب نرجع بقى نعمل هنا روت 5 روت ال 18 5 روت ال 18 هيطلع لك 15 روت 2، ومنها ال 15 ديت هتكون زي ما هي 15 ملتبلاي ال 15 ملتبلاي ال 2 تمام، و 300 هتطلع لك ب 10 روت 3، ال 10 هتدخل جوه كده ملتبلاي ال 10 ملتبلاي ال 3. ناخد النمبر ده 3 روت 3 بلس، عشان في بلس النمبر التاني ده اللي احنا قلنا له هنا 15 روت 2، وبعد كده ماينس 300 اللي هي 10 روت 3. احنا هنا في المساله ديت هناخد 3 روت 3 مع النيجاتيف 10 روت 3، لانه ما ينفعش ان احنا ناخد مين ال 15 روت 2 معاهم، علشان ده الراشو نمبر النمبر هنا بيكون مختلف، فده يجي لوحده 15 روت 2 و 3 ماينس 10 يطلع لك بنيجاتيف 7 روت 3 نيجاتيف 7 روت 3، يبقى 15 روت 2 نيجاتيف 7 روت 3 وبس كده. هنا المساله ديت بيقول لك ايه؟ put each of the following in the simplest form. نفس الفكره على فكره، ما تتخضش، مع العلم ان هو الاسم ثالث يعني، بس ما تتخضش خلاص. طيب ايه الفكره بقى؟ ان فكره انا هيدمج لك مسائل بقى من الليسون اللي قبليه، هتشوف دلوقتي. طيب ماشي نشوف، ما نشوفش ليه؟ انت عندك ديت هل يا ترى تعملها سمبليفاي؟ يعني انت مثلا معاك الكالكوليتور، ما انت مش رحمها بقى، ما انت مش عارف اذا كان لا تعملها سمبليفاي ولا لا، تقوم انت كاتبها على الكالكوليتور مطلع لك هي هي، حتى بتقول لك انت عبيط، ما هتسيبني زي ما هي. طيب هنا فور روت 20، فور روت 20 ديت هنعملها سمبليفاي، وهنا 5 روت 1 اوفر ال 5. طب هنفك دي ازاي بقى؟ زي ما احنا عارفين بقى اهوت 4 روت 20 8 روت ال 5، هتكون ب 8 روت ال 5. ال 8 دي بقى هندخلها جوه هنا ب 2 تايم زي ما احنا عارفين طبعا، يعني هتكون 8 ملتبلاي ال 8 ملتبلاي ال 5. ان شاء الله على ايام الريفيجن وايام المراجعات هقول لك على كمان خطوه زياده تعملها معاها، بس بلاش دلوقتي عشان ايه ما صعبلكش الدنيا. طيب ال 5 ديت مالها؟ هندخلها جوه هنا مرتين. اشمعنى؟ ما اعملش كلها على الكالكوليتر؟ مش هينفع، هي كده كده اصلا يعني هي سهله مش فاهم حاجه، وهتشوف دلوقتي. بس هتدخلها جوه مرتين لان ال 1 اوفر 5 اصلا يعتبر في ان ذا سمبلست فورم. يعني ال 5 ديت هتدخل جوه هنا ب 2 تايمز كده. 1 اوفر 5 دي زي ما هي. فهنكنسل دي ونكنسل 5 دي مع ال 5 دي، مش محتاج على فكره. يعني هنكنسل 5 دي مع ال 5 دي. يتفضل لينا ايه؟ روت ال 5. بس. خلصتها؟ خلصت. يبقى تجيب بقى ديت 2 روت ال 5 بلس 4 روت 20 اللي انت مطلع هنا ب 8 روت ال 5 ماينس، عشان هنا ماينس ما بجيبش بلس وماينس من عند انا، 5 روت 1 اوفر 5 اهي هتطلع بروت ال 5. وبعد كده 2 بلس ال 8 10 ماينس ال 1 يطلع لك ب 9 روت ال 5 وبس. روت 32 اهي، روت 72 اهيت، و 6 روت 1 اوفر 2 وماله تمام اهيت. نعمل كده واقول له كده روت 32 يطلع لك 4 روت 2 تقريبا، 4 روت 2 يبقى هنا 4 ملتبلاي 4 ملتبلاي 2. طب 72 هنعملها على الكالكليتور، روت 72 على الكالكليتور 6 روت 2، يبقى هنكون 6 ملتبلاي 6 ملتبلاي 2
السكس ديت هذا شوف الهاف ديت يعني معموله ان ذا سمبلست فورم، فممكن تدخلها جوه هنا بمرتين 6 ملتبلاي 6 ملتبلاي الهاف. وعليكم السلام ورحمة الله. فهنا دخلنا 6 هنا ب 2 تايمز ومنها هنعمل بقى 6 ديفايدد 2 يطلع لك ب 3. يبقى 6 ديفايدد 2 يطلع لك بكام؟ ب 3. هيطلع لك روت ال 18 يا اما برضو ممكن تعملها على الكالكليتر روت 6 ملتبلاي 6 ملتبلاي الهاف 1 اوفر 2 3 روت 2. بس انا قلت لك ايام الريفيجنز هقول لك على طريقه ثانيه، يعني مش طريقه يعني في ستيب كمان زياده، بس خلينا ماسكين العصا من النص عشان مش عايز اصعب لك الدنيا، عشان انا نفسي ادخلك الامتحان وانت بتكتب اجابه نموذجيه ما بتكتبش اجابه شنكوتي. المهم طلعنا ديت روت 32، روت 32 فور روت 2 فور روت 2 ماينس روت 72. شوف ان جبنا الماينس من هنا اللي هي 6 روت 2 بلس ديت طلعت لي كام؟ 3 روت 2 4 بلس 3 ايكوال 7 7 ماينس 6 1 1 ايه 1 روت 2 هيكون 1 روت 2 اهيت. هتقول لي ما خلاص بقى ما كفايه، لا كل ما تحل كتير كل ما تثبت المعلومه 2 روت 5 اكتبها زي ما هي لان هي اصلا ان ذا سمبلست فورم ان ذا سمبلست فورم يعني معمول لها ايه على ابسط صوره. طب ناخد ال 6 روت 3 6 روت 1 اوفر 3 وناخد الروت 12 و5 كمان روت 1 اوفر 5. يبقى ال 6 ديت هندخلها جوه ب 2 تايمز برضه. شوف لو جبت لحظه هتلاقي لو انت فاكر هتلاقي احنا لسه حلينا من شويه هي هي. ليه بقى؟ لان هو هدفه في المنهج انك تتعلم وانك تعرف تحل بايدك مش كل شويه تمسك لك الكالكليتور والكلام ده وتفهم الفكره الاساسيه من ايه. المهم عملنا ديت ونعمل بقى نشوف على الكالكليتور بكام. اقول له روت 6 ملتبلاي 6 ملتبلاي 1 اوفر 3 ايكوالز 2 روت 3. وهنا برضو ال 12 هنا تطلع لك 4 روت 3 لا 2 روت 3 لا تطلع لي ب 2 روت 3 وهيكون هنا 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 3. شوف ال 5 دي هندخلها جوه هنا ايه ب 2 تايمز 5 ملتبلاي 5 ملتبلاي 1 اوفر 5 ومنها برضو هنكنسل دي مع دي هيتفضل لي روت الايه ال5. واحد هيطلع لي زحليقه دلوقتي يقول لي طب روت ال1 يا مستر ما هي 1 باي 5 اديني 5. طيب وبعدين بقى الاولانيه ديت طلعت لي بروت ال5 تمام. بعد كده قال لي 3 بلس حطينا البلس 6 روت 3 اللي احنا طلعناه ديت ب2 روت 3 ماينس ماينس وماله روت 12 اللي احنا طلعناها ب2 روت 3 ماينس برضه ماينس 5 روت الفيبس تطلع لك بروت الايه ال5. عندي ايه هنا بقى؟ عندي 2 روت 3 ماينس 2 روت 3 بيطلع لك بزيرو. وهنا 2 ماينس ال1 2 ماينس ال1 بيطلع لك ب1 1 روت ال5 لان ال1 ما بيتكتبش. ال1 ما بيتكتبش. المساله دي فيها فكره من الاسم اللي قبليه. بس انت لو شغلت دماغك صدقني هتعرف تحلها. يعني روت 3 انت تبص المساله برضو يعني تبص المساله وشوف هتعمل ايه. روت 3 روت 3 مش هتعمل لها حاجه هتسيبها زي ما هي لانها موجوده في سمبلست فورم. طب 3 اوفر روت 3 دي بقى بتاعت الليسون اللي قبليه اللي فات. هنا فيها بروبلم ان انا عندي هنا الدينومينيتور هنا بيكون فيها روت راشنال نمبر فما ينفعش هتسيبها كده؟ لا. يبقى 3 اوفر روت 3 هنعملها ملتبلاي تايمز الدينومينيتور ده اللي هو روت 3 اوفر روت 3. 3 ملتبلاي روت 3 هيكون ايكوالز 3 روت 3 و 3 تايمز روت 3 ايكوال 3. يبقى احنا عملناها تايمز الايه؟ روت 3. ال 3 تكنسلها مع 3 هيبقى الريميندر الريميندر عندك هنا روت 3. هيكون الريميندر عندك هنا ايه؟ روت 3 بس. يبقى انت كده حليت المشكله بتاعت المساله.
روت 2 هتسيبها زي ما هي بقى. بس خلي بالك ده جايب لك هنا وقال لك روت 2 ملتبلاي روت 6، يعني دول مرتبطين ببعض. روت 2 ملتبلاي روت 6 دي عباره عن روت 12، احنا عملناها ملتبلاي، دي عباره عن روت 12 وتعملها على الكالكوليتر روت 12 هتطلع لك ب 2 روت 3. يبقى احنا عملنا ايه تاني كده؟ عملنا دول ملتبلاي. يبقى المساله ديت كان فيها فكره جديده او فكرتين. الفكره الاولى اللي هي جايه من الليسون اللي فات ان انا عندي هنا فراكشن والدينومينيتور هنا بيكون فيه الراشنال نمبر، وطبعا ما ينفعش اسيبه كده. والفكره الثانيه اللي هو جايب لي هنا فيه ملتبلاي، ففي ناس بتحل دي الواحده ودي الواحده ممكن تنفع على فكره برضو، وهناخدها الوقت تمام. وبعدين عملنا هنا 2 ملتبلاي 6 يطلع لي 2 12، وهنعملها على الكالكوليتور يطلع لك ب 2 روت 3 ويبقى 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي الاي 3. طلع بقى هنا روت 3 هتفضل زي ما هي، واقول بلس الفراكشن ده طلعت لي برضو بروت 3 ماينس الملتبلاي ده طلع لي في الاخر ب 2 روت 3. طبعا هنا في 1 بلس 1 ايكوالز 2، 2 ماينس 2 0. هتقول لي والروت 3 ما هي 0 تايمز روت 3، هي المفروض اصلا 0 روت 3 في بينهم ملتبلاي. زي مثلا برضو لما اجي اقول لك مثلا ايه 2 روت 3، ما بين ال 2 روت 3 فين هنا ما بينهم ملتبلاي؟ امال ايه اللي بيربط ما بينهم اصلا؟ ايه اللي بيربط ما بينهم؟ ملتبلاي. طب ديت يا مستر برضه المساله دي سهله جدا والله العظيم جدا، وللاسف ما فيش حد بايه بيفكر لها تفكير صح. هقول لك ازاي. روت ال 18 اهي ونعمل روت وعلى الكالكليتور هتطلع لك ب 3 روت 2، ونحط هنا 3 ملتبلاي 3 ملتبلاي 2. طب وده يا مستر؟ اقول لك ايه، ما انت عندك هنا روت 12 اوفر روت 6 هنعمل ديفايد. ينفع؟ اه طبعا ينفع. روت ديفايد روت ينفع، روت 12 ديفايد 6 يطلع لك ب 2، فدي ايه؟ هتطلع بروت 2. اكتبها له، ايه المشكله؟ تطلع لك بروت 2 بس. لما لسه ما فيهاش ستيبس، فيها الستيبس احنا بنعمل ديفيجن. 12 ديفايد 6 يطلع لك ب 2 بس. يبقى روت ال 18 اللي هي طلعت معايا هنا ب 3 روت 2، وهنا في ماينس، والديفايد هنا طلعت لي هنا بروت 2، وهنا في 1. 3 ماينس 1 يطلع لك ب 2، هيبقى 2 روت 2. فيطلع لك هنا ايه؟ ب 2 روت 2 وبس. كل مساله بتلاقي فيها فكره، فيها فكره سيكه. ديت لسه حلينها وديت سهله. طب ديت الغلطه برضو بتوقع ناس، يقوم قايل لك ايه؟ احنا هنشيل باور 2 مع ال 2. اه مستر خدناها في اول ليسون في المنهج، ياه قلناها كتير وسهله، فاتفضل لنا الريميندر عند النيجاتيف. غلط يا حبيبي. ليه؟ انت مش قلت لنا كده؟ خلي بالك ان الباور 2 ديت يعتبر باور 2 على النيجاتيف وال 5. يعني هي انت كده خصصتها كانها الباور 2 دي على ال 5 بس. لا، هي الباور 2 ديت، الباور تو السكوير ديت يعتبر باور لمين؟ للفايف وللنيجتيف كمان. فالنيجتيف هنا قلنا قبل كده النيجتيف باور ايفن بتتكنسل، لان هي عباره عن نيجتيف باي نيجتيف يطلع لي بوزيتيف. فالنيجتيف باور ايفن بتتكنسل. اطمن الاول النيجتيف ديت هتكون معاك ولا هتكنسلها؟ وهنا الروت وهنا باور 2 فبنكنسلهم. فيبقى الريميندر عندك هنا 5. فديت هتكون ب 5. فرقت؟ اه طبعا فرقت. كانت الاول نيجاتيف 5 دخلتها هنا 5. يبقى لازم نفهم الفكره الاساسيه كده. انت عندك هنا النيجاتيف ديت باور ايفن فبتتكنسل، لان في ناس كتير جدا 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 بيبقى طماع، يقوم عامل ايه؟ يشيل الروت 2 مع الايه؟ مع الباور خلاص، وياخد الايه اللي اتبقى بقى ويحل المساله كده. غلط. النيجاتيف باور ايفن فبنكنسلها، والروت مع الباور خلاص اتفضل هنا 5. طب ديت قلناها النهارده اكتر ما بنستحمى. روت ال 18، روت ال 18 دي نعملها على الكالكوليتور يطلع لك ب 3 روت 2. يبقى هتكون هنا 3 ملتبلاي 3 ملتبلاي 2 6 اوفر روت 2. يبقى نعمل تايمز الايه؟ الروت اللي هو الدينومينيتور روت 2 اوفر روت 2، عشان عندي هنا فيها مشكله. 6 ملتبلاي روت 2 هيكون 6 روت 2 اوفر روت 2 تايمز روت 2 بيطلع لك ب 2. 6 ديفايد 2 بيطلع لك ب 3 هيكون 3 روت 2 وبس. فديت طلعت لي بكام؟ ب 5 بلس روت ال 18 ب 3 روت 2 ماينس اللي الفراكشن ده ب 3 برضه روت 2. هيكون عندي 3 روت 2 ماينس 3 روت 2 ب 0،
يبقى الريميندر عندي هناك هيكون الفايف وبس.